سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير هانيين، اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ ياك صحيحه لاباس، حيت النظاظر كانوا محطوطين هنا، عرفتوا؟ واحد 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 العيافيه، ما نعاودش لكم قبل ما نبدا معكم الفيديو البنات. واحد الحاجه باشكم تعرفوها دائما وديروها في بالكم، يعني اجتمع الانس والجن على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بما كتب الله لك، ولا اجتمعوا باش ينفعوك ما غينفعوك حتى شي حاجه، يعني كل واحد ورزقه عند الله سبحانه وتعالى اللي مكتبو ليه، واخا يعيا الواحد ما يدير. شنقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اللي تيبغي ادي خوه المسلم، حسبي الله ونعم الوكيل، اللي تابعني في رزقي ورزق بناتي وباغي يدير ليا المشاكل، ما عرفتش حتى تنخمم حتى تنعيا البنات كميه الشر والحقد اللي كاينين في بعض النفوس المريضه، ما كنصيبش لها شي تفسير. يعني انا ماما ديال شي وحده ولا شي واحد، باها ولا خوها ولا راجلها ولا فيرمتها ولا رزقها، ولا كل واحد ورزقه عند الله سبحانه وتعالى، فما عرفتش كميه الشر هذه كيف دايره. كنظن راه الاغلبيه غيعرفوني علاش كنهضر، لان داك النهار فاش حطيت الجلالب رجعتهم وقلت لكم بان غادي نرجع، غادي نوقف على شغلي الراسي وغادي نقاد شغلي الراسي، فتبارك الله وما شاء الله عليكم دائما في المستوى ودائما التشجيعات ديالكم، ولقيت التعليقات الزوينه بحالكم، وعرفتوا تبارك الله وما شاء الله على الناس، لا الكليان اللي كان القديم، لا الناس اللي كانوا كيتبلوكاو في النمره الاخرى من اللي كنت انا ما شادهاش، كل شيء رجع كيكوموندي وكل شيء كيهضر وكل شيء تبارك الله وما شاء الله عليكم. يعني باغي الجلابه، للاسف الشديد الناس ما كملتش معاهم. علاش البنات؟ لان الواتساب كنظن ان الاغلبيه اللي كانوا كطلع لهم غير شرطه وحده اولا دازوا لعندي الانستغرام اولا، عرفوا بان الواتساب ما بقاش خدام. شنو اللي وقع الواتساب؟ الواتساب البنات هكا يعني تسرق ليا. داك النهار حطيت جلالب، يعني حطيت الفيديو من ورا الفطور، بالفعل بداو الطلبيات كيجيو، تواصلت مع الناس، حطيت الناس العاديالهم الغد ليها البنات، كنتفاجئ ان الواتساب ممنوع انني ندخل ليه، تيقول لي محظور هذا الرقم، هذا محظور فيه الواتساب. راني وريت لكم، مشيت عرفتي كي شي مسطيه كنجري، مشيت عند الدراري مالين التليفونات، مشيت للاجونس لان النمره بكونترا ماشي بلا كونترا ولا شي حاجه، كلشي كيقولوا لي كيفاش ما يمكنش هادشي اللي وقع، علاش الواتساب تحيد ليك؟ بقى لي زابيل والواتساب تحيد. تواصلت مع لاجونس، تواصلنا مع يعني الاتصال المركز ديال الاتصالات سميتو، قالوا لي ما عندنا حتى شي علاقه بهادشي اللي وقع لك في الواتساب. مشيت عند الدراري اللي تبارك الله ما شاء الله عليهم، يعني خطيرين في هادشي ديال التليفونات، ضربوا معاه حتى عياو، قالوا لي والو صباح ما يعني ما بغاش يرجع لك. دابا قربت الوقيته ديال الفطور، حتى الغدا ان شاء الله ورجع عاد نشوفوا عاوتاني شي حل. يعني عاودنا رجعنا، صيفطت الايميلات، خلينا كنديروا والو ما رجعش ليا الواتساب البنات. داكشي علاش دابا غادي ندير لكم نمره جديده ديال الواتساب، هذيك راه غيبقاو فيها غير لي زابيل. واحد الحاجه، هذا اللي دار ليا هادشي ولا هذه اللي دارت ليا هادشي، كنقول ليه فهاد العواشر وكلت عليك الله سبحانه وتعالى. الا كان كيحساب ليك ان هادشي اللي درتي ليا والواتساب اللي ديتي يعني غادي تخلق ليا مشكل مع الكليان ومع المتتبعات، فراك ولا راكي غالطه بزاف. علاش؟ لانني انا الحمد لله رضات الله والوالدين تابعاني تابعاني، رضات الله والوالدين والدعوات ديالكم المتتبعين الحمد لله. فاش يلاه تحط الفيديو هذا ولا هذه اللي دار لي هذا الفعل هذه، خصك تعرف بان الساعه الاولى الحمد لله يعني بعت السلعه كامله، بقاو تقريبا شي ثلاثه الجلابات اللي بقاو. اي وحده كونفيرميت معاها وصيفط لها لو ريب ديال البنك وتقدات السلعه ديالها كنسجلها باسميتها،
في التليفون ماشي في شي حاجه اخرى كنسجلها في التليفون، كنحط لها الورقه ديالها والمعلومات ديالها كاملين، كتحط ليها لادريس كنكونفيرمي معاها صافي، يعني السلعه كامله ما توقع ليا حتى شي مشكل الحمد لله مع الكليان. الغد ليه فاش تسرق ليا الواتساب، يعني تصبت مفضيه منضيه مع الكليان، الناس اللي عطاوني لادريس وداكشي وصيفطوا ليا في سميتو في العشي في الليل واخا العشيه صيفطوا ليا بلابليكاسيون، يعني كونفيرميت معاهم الغد لي صيفطت ليهم السلعه ديالهم. الناس اللي بقاو ما صيفطتش ليهم السلعه ديالهم، يعني بقات عندي النمره مسجله، عاود درت الواتساب جديد ودازو عندي الناس الانستغرام وصيفطوا ليا الروسي، صيفطوا ليا لادريس، يعني قاديت مع الناس كاملين المسائل ديالهم الحمد لله. ما وقع لي حتى شي مشكل مع الكليان، ما وقع لي حتى شي مشكل مع المتتبعين، الله يخلف عليهم، وما عارفين شنو كاين وفاهمين ومقدرين الظروف وعارفين بان الواتساب تسرق ليا، والله ياخذ فيكم الحق في هاد العواشر وحسبي الله ونعم الوكيل، لان كل واحد ورزقه مكتبو ليه الله سبحانه وتعالى. باش غادي تجي انت او لا انت يعني وديري معايا في رزقي او لا رزق بنياتي او لا، فما عرفتش علاش هاد الشر هذا، حسبي الله ونعم الوكيل، كل واحد ورزقه مكتبو ليه الله سبحانه وتعالى. وانا راه ماشي كندير شي حاجه اللي راه كنضرب تمارة على بنياتي وتمارة على راسي بالحلال، وكنقولوا يا ربي الله يرزقنا رزق حلال، فعلاش هاد الشر هذا كامل؟ ولا الحساب لكم غنبدا نبكي ولا غادي نتازم؟ لا الحمد لله ما وقع ليا حتى شي مشكل الحمد لله، اللهم لك الحمد. وبالعكس يعني دوك الناس اللي كانوا كيتبلوكاو في النمره الاولى فاش كنت انا ما شاداش فاش كنت تنحط الجلال، بالعكس عاودوا تواصلوا معايا وتقداو من عندي السلعه، يعني الناس عارفين قالوا لي صباح حنا دابا فاش خديتي النمره ديالك انت راسك راه كان كيوقع لينا وها كان كيوقع لينا وكانت تبلوكا ودابا بغينا نتقداو من عندك، والحمد لله اللهم لك الحمد. الناس عارفين شنو اللي كاين وديما معايا وديما مسانديني، وكنفرح بزاف بكلامهم الزوين، وكنفرح بزاف فاش كيبداو يكومونطيو، وشكرا لكم البنات، شكرا لكم على الثقه ديالكم، شكرا لكم على الحب ديالكم. ما غادي يبقى فيا الحال ما حتى شي حاجه، علاش؟ لانني ولفت الشر ديال بنادم ولفت هاد الصراعات وهذه. انا يعني الحمد لله اللهم لك الحمد متصالحه مع نفسي وعارفه ان الدنيا ماشي فيها غير الزوين، فيها الزوين وفيها الخيب، يعني متوقعه اي حاجه، داكشي علاش كنحاول كندير الاحتياطات ديالي. واخا مشى الواتساب ها هو واتساب واحد اخر الحمد لله، ما غيبقاش فيا الحال وما غاديش نبكي وما حتى شي حاجه، زعما حين مشى ليا الواتساب صافي ها هو واتساب واحد اخر مشى، ولا مشى هاد الواتساب نديرو واحد اخر. مادام الانسان باقي عدو عويناتو باش يشوف عدو صحيحتو فراه اكيد غادي يخدم على راسو. انا الحمد لله راني غاديه في الطريق ديالي، ولكن هذا ولا هذه اللي دار ليا بحال ما هكا راك مشغول غير بالمراقبه ديال الناس الاخرين، عمرك ما غادي تزيد لقدام. وخا تبقى تحارب مع الانسان في الرزق ديالو راه غتبقى في نفس النقطه، الواحد راه كيزيد لقدام وانت غتبقى حاضي هذاك واش غيزيد ولا لا. المهم البنات درت واتساب واحد اخر جديد، وهذا الواتساب هذا خاص بالنمره ديال الجلال، يعني خاص بالبيع والشراء. مرحبا بكم مره اخرى البنات، ما غاديش نطول عليكم اكثر وما غيبقاش فيا الحال لا البنات، غادي نوض غادي نقاد حالتي ونعاود راسي وهنا معاكم، وتشوفوا الجديد ديالي البنات ديال الجلالب والناس اللي كانوا كيكومونديو وما بقاتش السلعه، ها هي سلعه اخرى، والا تقادت هاد السلعه نجيبوا سلعه اخرى وما تبقاو ليا غير على خاطركم اخواتاتي العزازات. ونوضوا دابا نقادوا الحاله ونضروا بالراس او قافله تسير والكلاب تنبح البنات، ياكو كيف ما كتقولوا ليا هانا اختكم معاكم وهانا شاده كلامكم، الله يحفظكم ويخليكم ليا المتتبعين العزاز ديالي. ونوض دابا نتقعدوا ندارو بالحاله ونوريكم الجديد. وهانا يا البنات وهانا يا خواتاتي العزازات والنوارات ديالي الجلال ديال الفرع، قلت لكم راه غنجيب لكم شي حاجه اللي واعره واعره واعره، الثمن ما نعاودش لكم. قبل ما نبدا معكم الفيديو البنات وقبل ما تشوفوا الموديلات عليكم الله يحفظكم والله يخليكم ليا يا ربي امين، وهاد العواشر هادي الله يفرحكم. عرفتوا الميساجات اللي كنلقاو البنات اللي كيكومونديو من عندي؟ تبارك الله وما شاء الله عليكم، اشوف فرحانه بزاف بان عندي متتبعات بحالكم وحق الله العظيم البنات، والكليانات القدامات ديالي
كنحماق عليكم، لانهم واخا وقع لهم المشاكل في النمره الاولى تبلوكاو مساكنات وشحال من وحده، لكن عقبو هضروا معايا وقالوا لي صباح مزيان ملي شديتي شغلك راسك، وصباح حنا كنحماقوا عليك وبغينا نكوموندو من عندك، والحمد لله توصلوا بسلعتهم في امان الله، لان نهار اولا يومين كتوصلي بالسلعه ديالك. البنات اللي عجبتها شي حاجه صورها صيفطوها لي في الواتساب مع لي طاي باش نبدا لحقاش الساعه الاولى كطير السلعه. الله يحفظكم الله يخليكم ليا، ما كنتش كنتصور ان غيكون واحد النجاح بحال ما هكا. عجبكم الحال بزاف بزاف وعجبوكم الاثمنه، وهنا معاكم ما يكون غير خاطركم من هنا لقدام، ويكونوا الحويجات ديال الفريع والثمن على قد الجيب. كاملين راه حنا ولاد الشعب وكاملين عارفين ظروف بعضياتنا، هاد المره ما تبقاو ليا غير على خاطركم. صوروا لي البنات الموديلات اللي بغيتو وصيفطوا لي في الواتساب، هاد النمره هادي راه فيها الواتساب، صيفطوا لي في الواتساب راه انا براسي اللي كنجاوب، وراه الناس راه كاملين عارفين انني انا اللي كنجاوب. صيفطي لي التصويره لي طاي لي طاي البنات، اي وحده كندوز معاها الكلمه صافي كتوريني لي طاي، كنصيفط ليها لوريب ديال البون، كتصيفط لي لادريس، كنطرف ليها السلعه ديالها على امانتها حتى كنصيفطها ليها. هادشي هو البنات الخدمه اللي كندير. الله يديرنا معاكم في الصواب يا ربي امين، والله يحفظكم الله يخليكم معز عليكم خواتاتي الفنات الغزالات. وهنا نبدا معاكم بهاد الجليبه هذه لاسي البنات، هانا اللوي اللي كان محمقكم ديك المره، قلت لكم انا غادي نعاود نجيب لكم الناس اللي كانوا بغاو السلعه ولقاوها تسالات، ها هي في اللوينات اللي حمقوكم ديك المره. شوفوا لي اللون لا موطار د البنات مع هاد الورده هذه، شوفوا 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 كيف دايره، شوفوا شفتوا البنات، عرفتي اللوين خطير جدا. انا راه مع حطيت جلالبه البنات بديت كنتخيل كنقول هذه ليا هذه ليا، يقول لي ندى بعتي وشريتي بكري يا ماما، قلت لها عرفتي راه انا براسي حمقوني. توب البنات ما نعاودش لكم عليه، شوفوا التوب هابط، ماشي داكشي اللي كيحسب لكم بحال الميكا ولا شنو. البنات راكم حنا كنعطيو وجوهنا، يعني شي يوتيوبرز لا شي حاجه راه كتكون عاطيه وجهها للناس، لان كيكونوا عندها متتبعين، ماشي غنبيع لكم اليوم والله يعاوننا ويعاونكم ما نعرفكم ما والو، لا راه كنبغيو الحمد لله ان تبقى السمعه ديالنا زوينه. توب كاليتي واعره البنات، راه ما نجيب لكم شي حاجه اللي غتحشمني معاكم، غيكونوا هانين الناس اللي كانوا تقداو من عندي ووصلت ليهم الامانه حتى لعندهم، وعاودوا كومونداو بحالهم كونوا هانين، سلعتكم راها محطوطه نتوما الاولين البنات. المهم ها نتوما خواتاتي العزازات، ها هي الجلابه بلا موطارد فيها لوينات وغزالي، هذه البنات كتبقى 220 درهم و 4400 ريال البنات، هي 4400 220 درهم فيها هاد لا موطارد، هذا فيها هاد اللوينات البنات هما لي ديسپونيبل، فيها هاد الخضيدر هذا الزيتي، فيها هاد لوغوز هذا بيبي، هذا عرفتو خطير، هذا العريسات العيالات عرفتو، والفصاله البنات الفصاله كتحمق، علاش؟ لان فصاله مخزانيه ها نتوما شوفوا هابطه حتى لتحت، يعني مستوره مقاده معوضه. العيالات اللي كانوا كيقولوا لي انا راني طويله، شوفي لي بنتي عفاك واش تجي قدي وعبرتها، راه كتجي قدو، يعني واخا تكوني طويله الجلابه واعره. شوفوا لي وهذا الزرق هذا شفتو، انا غادي نقيس لكم البنات كل حاجه بوحدها، وهانتوما معايا. والثمن دائما البنات 220 درهم، 220 درهم البنات. هذه فيها اربعه ديال اللوينات، انا غادي نتصور كل لون باش نتوما تختاروا لي على خاطركم اخواتات. ها هو اللوين الثاني الزرق واعر 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 كيحمق هذا البنات، ها نتوما شوفوا القب كيف داير، هذه راه بحالها بحال لا موطارد الاولى، غير ما وريت لكمش القب. بالنسبه لي طايا البنات راه كاينه الال اكس ال دوبل اكس ال، وشي جلابات غادي نوريهم لكم فيهم حتى 3 اكس ال، لحقاش كانوا شي عيالات. المهم راه ما عقلتش على مع مشاو ليا في الواتساب الاول، الواتساب الثاني عاودوا تواصلوا معايا العيالات اللي كانوا تيقولوا لي حنا راه دبدوبات غلاضه غلاض من عاتقه خصك، ها هما الجلابات قدكم العيالات. مرحبا بكم اخواتاتي الغزالات الفنات، هذا اللون كيجي بالزرق بحال ما هكا، فيه هنايا السم مخيط بهاد الطريزات هادو بالسم البنات، وكيبريو شي حاجه لي غزال البنات. شوفوا واعر هاد اللون هذا كيحمق، شفتوا كيف داير، وشوفوا لي القب، شفتوا
شفتوا انا غادي نختار لكم لون اخر نقيسو باش نوري لكم. صوروا البنات اي حاجه بغيتوها، مرحبا انا كنوري لكم، وراهم هابطين حتى لتحت فيهم واحد الفتيحات صغيورين هابطين حتى لتحت. البنات اللي طوالات، العيالات اللي طوالات، راهم يجيو قدكم. الغلاضات الرقاقات في صالة إيفازي تجيكم كاملين، ماشي إيفازي أويلي خياطة مخزانية البنات، إيفازي اللي كتبين العيوب ديال الجسم، لكن الخياطة المخزانية واعرة ما كتبين حتى شي حاجة. أنا راه كنلبس دابا إل البنات، هذه جلابة إل وكتلبسها حتى مولات إكس إل البنات، لأن الغليظر يلبس والرقيق حتى هو يلبس. شفتوا اختار لكم لوين آخر بنات، أنا راه درت القب فاش فكراتكم هذه فكراتكم في العريسات البنات، العريسات اللي تيكونوا حشمانه دايرين بحال هكا لويين واعر البنات. مع لبستها دابا طاح القبعة هكاك لويين واعر كلاس البنات. الناس اللي عزاز عليهم النخوة وعزاز عليهم شي حاجة اللي كلاس، ودائما الثمن في متناول الجميع 220 درهم البنات، 4400 ريال. شوفوا لي القب كيف داير، شفتوا القب واعره البنات، شفتوا ليا طريزه كيف دايره. هذا واحد الغوز بيبي عرفتو، واعر واعر زوين، داير بحال الشكل ديال الاسم ندى، بحال ندى دركت نضيه ندى بنتي الكبيده ديالي. راه هي ونورهان مساكنه تعاونوني قادوا معايا وصايبوا معايا الله يرضي عليهم. المهم هاد اللوينه البنات الغوز واعر، انا راه حاطه المريلي، راه اي حاجه قيستها يمكن غنشد منها جلابه. قول لي معنا وشرينا بكري. هادي البنات لي طاي ال اكس ال دوبل اكس ال، مرحبا بكم، صوروا وصيفطوا ليا في الواتساب البنات. مرحبا خواتاتي الغزالات العزيزات الفنات، شوفوا ليا الكميمات كيفاش كيجيو، فيهم شويه ديال الصم من هنايا، بالصم بالعقيدات، شي حاجه واعره البنات. قيس لكم لون اخر داك الخضر الزيتي وانا معاكم. هنا تاني، هنا تاني البنات على اللون كيف داير، الوان خطيرين البنات، الوان واعرين، واحد ينسيك في الاخر. شوفوا لي هذا راه اللون الزيتي البنات، بالصم من هنا عقيدات بالصم، والطريزه حتى هي البنات بالصم. وشوفوا لي القب كيف داير، والفصاله دائما مع الفصاله المخزانيه البنات اللي كتكون الجلابه فيها الهمه ديال النخوه، شي حاجه اللي مستوره، شي حاجه اللي كلاس انيقه. والله البنات الا كان عندكم الصح تتقولوا لي صباح ما بقاش تلبسي العصري، لبسي غير الجلال كيجيوك زوينين. حتى انا دابا راه حمقوني، كل وحده حمقتني بوحدها، اللوينات واعرين والفصاله واعره، والصراحه جاوا معايا يعني خاصني ما نبقاش نلبس العصري البنات، صراحه نجيكم من الاخر الجلال جاوني واعرين البنات. كي وحده كتشكر في راسها دائما البنات لي طاي ال اكس ال دوبل اكس ال، توصيل فين ما كنتي توصلك حتى لباب الدار. المغرب لا ليفغيزون 50 درهم البنات، حتى الناس ديال اوروبا الناس خارج المغرب راه كنصيفطوا ليهم البنات. سربيو وحطوا ليا في الواتساب الطلبيات ديالكم، مرحبا بخواتاتي الغزالات الفنات، ما يكون ليا غير خاطركم نجرب لكم حاجه اخرى وانا معكم. هذه 220 درهم البنات، 4400 ريال. ها انتم اخواتاتي، ها هو اللون الكحل اللي كنتو كتوصيو عليه بزاف، كتقول لي صباح كيعجبنا اللون الكحل، ها هو جبت لكم هاد الجلابه هادي. صراحه والله العظيم الا الحاجه حتى كتلبس عاده كتبان، فاش كتكون في الميكا اولا في العلاقه ما كنعطيوهاش حقها، ولكن حتى كتلبس عاده كتبان. شوفوا لي هادي كيف دايره، هادي في الكحل مخيطه بالخضر هنايا، في هاد العقيدات هادو، في هاد الطرزه هنايا، والطرزه البنات ها هي وحده اخرى من جهه ديال لي هونش البنات، كاينه هاد الطريزه هادي كتجي هابطه حتى لتحت، هادي ما فيها لا افتتاحه لا والو، هادي هابطه حتى لتحت مستوره وزويونه، والثوب ديالها حتى هو هابط. هادي البنات هي 220 درهم، هادي فيها كميه جد جد محدوده البنات. سربيو اللي بغاتها تصورها وتصيفطها لي الواتساب البنات، هادي هي 220 درهم. نوري لكم شي وحدينات اخرين عاوتاني البنات، لون ينسيك في لون، اللوينات كاملين كيحمقوا، اي حاجه تشهاتها خاطركم غادي تلقاوها. هذا لو غوز بيبي، داك الغوز اللي خفيف واعره، كتجي هنايا هاد الطريزه البنات هذه بالصم هنايا، شفتوها هذا كلاس 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 بزاف البنات، ديال النخوه الخياطه فيها بحال ما هكا، شفتوا في الصاله البنات في الصاله الخزانيه. هذه انا راه كنلبس الطاي ال، هذه
طاي الا البنات بالنسبه للعيالات اللي كيسولوني كيقول لي صباح انت غداش اشنو كتلبسي من طاي، انا كنلبس طاي الا البنات، هذه فيها هذا الطريزه بحال هكا بالصم خفيف، شفتوا البنات نقرب لكم، هذه البنات 220 درهم، 220 درهم البنات ال اكس ال دوبل اكس ال، هادو هما الطايات اللي فيها. مرحبا بكم اخواتاتي الغزالات، صوروا لي اشنو بغيتوا طاي واللون، ومرحبا بكم. هذا لو غوز بيبي، داك الغوز خفيف وغزال انيق، شي حاجه كلاس البنات، محبين ديال الالوان الهادئه والاثمنه المناسبه البنات. فيها هذه اللوينات، انا غادي نوري لكم شنو اللوينات اللي فيها، فيها ثلاثه ديال اللوينات بلاتي. ها انتم اخواتاتي، ها انتم الفنات والغزالات ديولي، ها انتم ها الخضر الزيتي. الناس اللي كانوا قالوا لي صباح جيبي لنا الصفيفر، بغينا الموطارد، بغينا، ها هما اللوينات حاضرين ناضرين، ها هما شوفوا الصفير كيفاش كيجي، هاتو هادو كيحمقوا، وشوف ليا الزرق ديالها كيف داير. انا غادي البنات دابا غادي نقيسهم لكم كاملين باش تختاروا لي على خاطر خاطركم، وما يكون غير خاطركم اخواتاتي الفنات. ودائما 220 درهم البنات، هادو 4400. بالنسبه للناس اللي كيسولون كيقول لي واش توصل 50 درهم على كل شيء او 50 درهم على الحاجه، لا البنات، سواء ديتي جلابه وحده، سواء ديتي 7 جلابات، 10 جلابات، 20 جلابه، 50 درهم فين ما كنتي داخل المغرب. بالنسبه لاوروبا على حسب كل دوله وشحال لاجونس راني وهدرت معاهم وعطاوني الاثمنه. اللي بغات شي حاجه دوز عندي الواتساب. مرحبا بكم اخواتاتي الغزالات، ها هما اللوينات 220 درهم البنات. وهذا البنات ها لون اخر، قلت لكم لون كيحمق، لون ينسك في لون، كل لون كيفاش كيبان غزال وانيق البنات. ودائما الثمن 220 درهم البنات. ها انتوما شفتوا هذا راه الزرق، عرفتوا واحد اللوين ديال الزرق ما نعاودش لكم، غزال تيحمق. انا راه اللي عجبتني تنقول صافي هذه شده نبيع ونشري على راسي البنات. المهم ها انتوما كتجي الطريزه هذه ديال الصم هنايا، كتجي الطريزه هنايا، هذاك حيت الغوز بيبي ما بينش لكم الطرزه فيه مزيان، ولكن هذا راه نفس الموديل البنات، الطريزه كتكون حتى لهنايا هابطه جليديبه هابطه ومستوره وهماويه ديال الشان. الخياطه فيها شوف كيف دايره، خياطه متقونه، توب هابط البنات، توب هابط، صبن ورد، ما يتكمش ليك حتى شي حاجه، ماشي تجلسي تنوضي تصيبيها مكمشه دايراها، توب هابط ورطيطم وغزال البنات. شفتوا ماشي داكشي اللي كتشوفوا اولا كتعرفوا ديال التوب بحال ديال الميكا، لا البنات، هادو تويبات فيهم صبن ورد على ضمانتنا حنايا البنات، تويبات غزالين، 220 درهم البنات، ثمن جد جد مناسب. ونختار لكم لون اخر. هانتوما البنات، هانتوما يا خواتاتي الفنات، شوفوا لي اللوينات كيف دايرين، راه قلت لكم ما كاين غير اللوينات ديال الفريع، اللوينات اللي واعرين البنات في هذا الموديل. هذا طريزه بالصم، طريزه حتى لهنا حتى هي بالصم، هابطه حتى لتحت، خياطه مخزانيه البنات. ودائما 220 درهم، اللي بغات شي جلابه كيف ما كانت صورها وتصيفط عليه الواتساب البنات، لا ليفريزون داخل المغرب توصلك حتى لباب الدار، خارج المغرب البنات الدول كاملين صيفطوا ليا في الواتساب البنات، وما يكون غير خاطركم ان شاء الله. وشوفوا ليا اللوين هذا صفر واعر، شفتوا كيفاش كيجي، هذا واحد الصفيفر وغزال البنات كلاس كيحمق. باقي لوين اخر زيتي نصوره وهنا معاكم. ما هذا يا سادة الألوان التي تحمق، شي حدا اللغة العربية كتاكل الدقة البنات، وليناكم بغيت نضحك معكم اخواتاتي. شوفوا لي هاد اللوين هذا كيفاش داير، هذا واحد اللوين واعر، تيجي بحال خضيدر بحال، المهم واعر البنات مع هاد الطريزة هادي، نفس الموديل البنات كيبقى ب 220 درهم. اللي بغاتو تصوروا وتصيفطوا ليا كلاس البنات. ودائما نفس الفصاله، فصاله مخزانيه هابطه حتى لتحت، 220 درهم البنات بالصم، من هنايا الصم كيجي حتى لتحت البنات، وفيه افتحات شويه. المهم هذا البنات حتى هو 220 درهم،
نفس الثوب صبن ورد البنات ونصور لكم موديل اخر. وانا معكم اخواتاتي الفنانه. ها انتم اخواتاتي شوفوا لي الجليبه كيف دايره، شوفوا لي الجلابه اللي كتحمق البنات، شفتوا في الكحل مخيطه وفيها الحمر، عرفتوا الكحل والحمر شحال كيتواتاو؟ واعرين هادي فيها كميه جد جد محدوده. راه قلت لي واش بغيتوا تشينوني ولا كيفاش؟ صيفطوا لي بزاف. المهم البنات هادو فيهم الكميه جد محدوده، اللي بغاتها مرحبا تواصل معايا على الواتساب سربيه. وقبل ما يطيروا بهم البنات هادي حتى هي البنات 220 درهم. وشوفوا لي الحاجه اللي زوينه فيها، لافونتاج اللي زوين كديري ليها الكميم بحال ما هكا، والكميم بحال ما هكا. وشوفوا لي الجلاب، شفتوا شفتوا كيفاش كتجي البنات؟ هادي واعره، هادي واعره، وراها هابطه لتحت، هابطه شفتوها، هابطه مستوره، ماشي تبان لكم بحال هكا تقولوا مقزبه ولا شي حاجه سبور. لا البنات هادي هابطه حتى لتحت، هادي وغزاله، هادي عجبتني، هادي غنشد منها. كنضحك معكم البنات لحقاش انا المريره قدام بها هو، شفتو داكشي باش تنشوف راسي انا الاولى، نختار اختي نختار اختي ونتبرع مع راسي. هذه والله هي واعره هذه البنات، هذه فيها الكميه جد جد محدوده البنات، سربي وسربي وسربي. والمهم هي في اللوين في الكحل ومخيطه بالاحمر، شي حاجه واعره البنات شفتوها. مهم هذه فيها غير هذا اللون ديسپونيبل فقط لا غير البنات، سربي وسارعوا قبل انا في هذه الكميه. ندوز لكم الموديلات اخرين ومرحبا بكم. هنا البنات رجعت لكم بموديل اخر، موديل غزال من ديال الطرز ديال الحساب اللي خارج دابا، اللي هو اللي على موضه البنات. جبت لكم الوينات فيه غزالين مختلفين. ديك المره قلتوا لي كاينه اللي كتقول لي صباح كنخاف شويه من الاحمر لانه لون جريء، هذا القرونه شوفوا لي اللون كيف داير، هذا اللون قرونه مع الكحل اللي كيتواتى معاه بزاف. وكاين هنايا شوفوا لافونتاج اللي فيها البنات، فيه الطرزه ديال الحساب هنايا، فيه الكميم بحال ما هكا البنات، كيدار اللي ما بغاتش كترجعوا بحال ما هكا، يعني عادي جدا شفتوا كتلبسيه بحال ما هكا اولا كتلبسيه بحال ما هكا. انا كنفضلو بحال ما هكا البنات، علاش؟ لان كيجي فيه هذا الكحيل هذا كيعطيه واحد الرونق خطير خطير البنات. اللوينات دائما غزالين في صاله مخزانيه البنات، الان كتلبس الاكس ال وغادي هكاك. هادو البنات راه فيهم الطايات، فيهم ال، فيهم الاكس ال، دوبل اكس ال، وحتى 3 XL البنات. كاين واحد اللون مضاد في 3 XL بالنسبه للعيالات اللي غلاضات بزاف وتيقولوا لي صباح محال واش يجونا الجلال اللي فيهم الصدر، غادي نحسب ليهم العيالات اللي غلاضات كنحسب لكم الصدر باش هكا تكونوا عارفين الحساب ديالكم، باش ما تشريوش شي حاجه وما تجيش قدكم او لا شي حاجه. بطبوطات الطبيطات خواتها ديال الطبيطات بحال نوال وعتيقه واللي غلط منهم جليباتكم، ها هما موجودين. ما تقولوش ما عنديش جلابه ولا شي حاجه، لا تاتي تلبسي في هذه العيده البنات. وهذه كتبقى 250 درهم البنات، 250 درهم 5000 ريال البنات. هاد الجلابه هادي واعره شفتوها كيفاش كتجي، وشوفوا اللوين، اللوين اللي هي القرونه لاتي. ويني ويني كيجاني، ويني ويني كيجاني، راه انا مال اختي جايه في الطريق قالت لي والله يا بنت القرده وحطيتي الفيديو قبل ما نختار تنوري ليك. المهم جايه في الطريق راه تقول يا بلاتي، نقول لها ويني ويني على كيجاوني. المهم البنات والله الا الجليبات كيحمقوا نختار لكم لوينات اخرى نقيسهم معكم وانا معكم في الفيديو. ها انتم يا خواتاتي الغزالات اللوينات اللي فيهم كيحمقوا، هذا اللون بترولي، بترولي مع لو غوز بيبي هنا بالطرز ديال الحساب البنات، شفتوا الطرز ديال الحساب هذا كيجي بحال ما هكا، وفيه حتى هو الطريزه من هنايا، كميمات كديري ليهم بحال ما هكايا، شفتوا كيفاش كتجي في اللبسه، شفتوا هذه البنات 250 درهم اخواتاتي الغزالات، راه فيها اللوينات انا نقيسهم معاكم كاملين باش تبقاو ليا على خاطركم وتختاروا، يعني تختاروا على خاطر خاطركم. هذا اللون بترولي،
اللي صورات ليا شي لوين تقول لي تصوري لي الموديل والطاي واللوين كيف داير. هذا البنات راه بترولي مع هذا لو غوز بيبي هذا كيتواتى معاه غزال خطيره البنات. شوفوا شوفوا كيفاش كيجي نختار لكم لوين اخر وانا معاه. هانتوما البنات وهلوين اخر هذا في الكحل البنات الكحل وفيه الموطارد شفتوا هذا البنات فيه الكحل والموطارد دائما مع هاد الطرزه هذه ديال الحساب الموطارد هنايا بغيتو ترجعوا جليبه هكا كترجعوها مهم على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الاختيار ديالكم فيها ال اكس ال دوبل اكس ال وحتى 3 XL البنات هذه 250 درهم اخواتاتي هذه 250 درهم اخواتاتي اي 250 درهم وشوفوا لي اللوين كيف داير وشوفوا لي كتب غادي نطيح. المهم هذه الكحل وفيها الموطارد البنات نختار لكم لون اخر وانا معاكم. ها انتما البنات اللوينات اللي كيحمقوا واللوينات اللي غزالين دائما هذا الزرق واحد اللوين ديال الزرق البنات واعر هذا اللوين ديال الزرق معاه لو غوز بيبي دائما في هاد الطريزه هذه البنات هنايا عندي الكم وعندي هاد الطريزه هذه هنايا الا بغيتي ديري لكم هكا ديري بغيتي ديري لي هكا ديري هذه 250 درهم 250 درهم البنات توصلك فين ما كنتي لا لي بغيتو 50 درهم داخل المغرب خارج المغرب على حساب كل دوله يعني البنات بحال دابا في اسبانيا بحال في ايطاليا بحال في فرنسا اللي بغاو السلعه ديالهم كيتجمعوا واحد شحال من وحده هذه بغات جوج جلالب هذه بغات ثلاثه جلالب هذه بغات اربعه جلالب لان كيتعبر من كيلو حتى ل 10 كيلو نفس الثمن يعني تكونوا عارفين بعضياتكم تقداو سلعه وحده تطلع رخيصه كتطلع لكم رخص من المغرب وصافي. هذه البنات حتى هي 250 درهم بقى فيها لون واحد غادي نقيسو معاكم وهانتوما معايا خليت لكم هذا اللوين هو الاخر لو كود كور وي كيف بحال كتبيته مع الشيخ شوفوا البنات هذا اللوين هذا الموطارد لحقاش كان عجبكم بزاف اللوين ديال الموطارد الناس كيوصيو عليه بزاف فجبت لكم هذا الموطارد هذا بهذا اللوين الكحل ديما العقيده البنات طرز ديال الحساب اللي خارج دابا اللي الاموند هنايا الطريزه حتى هي والكميمات هادو البنات حتى هي 250 درهم اخواتاتي الفنات كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم بزاف لحقا جبت لكم السلعه توب دي توب دي توب. الناس اللي كانوا كيوصيو على السلعه وصابوها تقاداو سربيو غادي نبداو الواتساب من اول واحد باش نبدا نصايب لكم لي كوموند ديالكم ونطرفهم لكم البنات ما يكون غير خاطركم ان شاء الله. هاد العواشر هادي وهاد العيد هذا كلشي غادي يتكسى كلشي غادي يلبس الجلابه اللي زوينه بزاف ولكن بثمن جد مناسب. اهم حاجه عندي هو انني نرضي خواطركم كاع كاملين البنات ودائما كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا البنات. ها نتوما ها الجليليبه الغزاله اللي حمقاتكم البنات اللون ديال لاموطارد مرحبا بكم اخواتاتي الغزالات الفنات. البنات كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ودائما كنقول لكم واحد الحاجه ان الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى واللي كيجري على الطرف ديال الخبز ديال الحلال اكيد الله سبحانه وتعالى كيوقف معاه إن اجتمع الإنس والجن على أن يضرك بشيء ما غيضرك إلا بما كتبها الله لك. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم مرحبا بكم وأنا في انتظار طلبيات ديالكم وما يكون غير خواطركم البنات ونتلقى في فيديو آخر إن شاء الله على القناة. والسلام عليكم.